لحاجة لطيفة جدا. شوف انه يبقى ويجز بيغني الاغنية بتاعت عز العرب في ما بين الشوطين في حفل النهائي، وانه يبقى ويجز ما بين قوسين مصري، طيب تلاقي فرح الديباني هي كمان تخطف الاضواء بقى بس قبل المباراة على طول. طب ازاي يا جماعة؟ اظن حضراتكم شفتوا يعني اللي ما دخلش قبل الماتش على طول نقدر نقوله انه فرح كانت هي اللي بتغني النشيد الوطني الفرنسي. المصرية فرح الديباني تغني النشيد الوطني الفرنسي بصوتها الرائع القوي الجميل بالمناسبة، فأرجاء الملعب ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. هل دي المرة الأولى اللي فرح الديباني لا فرح الديباني دي، تعال بقى نفتكر مع بعض فرح الديباني. هي هذه المغنية الشهيرة التي تغني النشيد الوطني الفرنسي. لو تفتكر قبل كده غنته المرة الأولى كان في إبريل اللي فات في حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدورة رئاسية ثانية، ووقتها قبل يديها في لقطة طبعا اهي هذه اللقطة حظيت بانتشار وشهرة واسعة عبر العالم كله. أنا أعتقد فرح معنا على التليفون مش كده؟ يا فرح استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ كله تمام؟ انا كله كويس، كله كويس يا بنتي. انت دايما مشرفانه ومفرحانه كده لا يعني خالص مش ممكن والله ما لا ازاي ازاي؟ لا لا قولي لي، انا الاول عاوز لا اعرف لا. يا ترى هل ترى ماكرون المره دي قبلك ولا لا؟ طبعا طبعا وسلم عليكي وبرده بس ايدك والتقاليد والاتيكيت الفرنساوي بالظبط كده. لا بس المرة دي ما كانش، المرة دي ما كانش ايه؟ لا المرة دي كان يعني بقى يعني هو الرئاسة نفسها هي اللي كانت بقى مقررة واقترحت ان انا اغني النشيد الوطني. الرئاسة الفرنسية هم اللي اقترحوا ذلك بقى. قالوا احنا عايزين المرة دي فرح. امتى اتبلغتي بقى بده بقى؟ بيبقى من امتى؟ لا بص هي دي بقى الفكره، ان هي كانت بجد بجد قبلها بيوم، قبلها بيومين، وقبلها بيوم اتاكدت يعني امبارح اول امبارح اوكي دي عندنا الفكره، دي فكره ونفسنا نعملها. امبارح بقى الفيفا اكدت لان كان لازم ناخد موافقات من الفيفا طبعا طبعا. طب والله ده برضو سؤال كان نفسي اساله من زمان جدا، من ساعه ما بدات البطوله. لما بيتعمل لكم ابروتش او بيتقال لكم مثلا فرح احنا عايزينك تعملي كذا، يتقال مثلا لوجز احنا عايزين منك كذا الى اخره، مين اللي بيقول لكم؟ هل بيقول لكم الدوله المنظمه ولا الاتحاد الدولي لكره القدم؟ انا طبعا عمري ما عملت حاجه زي بالمنظر ده قبل كده. يعني انا برضو كمغنيه اوبرا بتبقى مش قوي مجالي ان انا اغني في استاد، او ان انا يعني دي اول مره في يعني، فهي بتبقى متهيألي بيبقى في هيئه يعني تبع الفيفا اللي بتنظم اللي بتعمل الاحتفال، وهي اللي بتبقى منظمه ده. لكن المره دي زي ما بقول عليك كانت جايه اكتر من الرئاسه الفرنسيه او من فرنسا، هي اللي اصلا اقترحت ان يبقى في مغنيه للنشيد الوطني، اللي عامه مش بيعملوا كده يعني، عامه مش بيكون في حد بيغني النشيد الوطني قبل الماتشات يعني. ففرنسا طلبت ده، الدوله الفرنسيه نفسها الجمهوريه الخامسه كلها طلبت كده. ايوه لا دي حاجه مفرحه جدا يعني. انا دايما بقعد افكر طيب ساعتها قلت طب يا جماعه في يعني اصوات فرنسيه كثيره، ليه فرح ليه فرح؟ وكده لقيت نفسي وصلت الاجابه، هو انا بسال ليه؟ احنا ننبسط ان فرح هي اللي بتقول وخلاص. يعني والله انا كنت ساعات بسال، بس انا يعني ما اعرفش، متهيألي ان الواحد يشتغل، انا بشتغل طبعا بشتغل كتير جدا 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 وبتعب جدا 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 يعني، والناس القريبه بتشوف ده وعارفه ده. الموضوع مش سهل خالص زي ما الواحد بيفتكر، بس وبقى هي الحاجه يعني بتاع ربنا بقى بيجيبها يعني بيعوض ما شاء الله. الشغل ده ربنا يوفقك دايما وبنهنيكي ونقول لك دايما رفع راسنا يا فرح. ميرسي جدا، وترفعي راسنا دايما كده على طول. شكرا، اشكرك الف شكر ليكي، كل الشكر لفرح الديباني طبعا غنيه عن التعريف.